جاهز؟ على الثلاث. واحد، اثنين، ثلاثة. حياكم حجة المستر مواتر. اليوم معنا الفولكس واجن. هاي الفولكس واجن اللي معنا هي 2020، ولكن التركيز ما حيكون فقط عليها. اليوم ايضا جايب الفولكس واجن موديل 2007. هاي 2007 اللي هو الجيل السادس، وهاي 2020 اللي هو الجيل الثامن 8.5 بسموه، اللي هو الجيل الثامن مع التحديث الفيس ليفت. وصاحب هاي السيارة معنا ايضا اليوم حازم. هلا حازم. اللي يتذكر صراحة حازم بأي فيديو طلع يكون وحش ومتابع قوي. هلا حنبدأ بهاي الفولكس واجن الجيل السادس، حنطلع فيها نشوفها من الداخل ونقارن بين الجيلين المختلفين طبعا، وحأترك الحكم لكم، انا ما حأعطي رأيي. هاي المفتاحين، هاي مفتاح 2007 وهذا مفتاح 2020. نظرة سريعة على خارج السيارتين. اول شيء بتلاحظوه هاي فيها فوق لايتس تحت، فيها الإنارة السفلية، هاي ما فيها الإنارة السفلية. الشبك نوعا ما مختلف هون عن هون. الأحجام والأبعاد مبين انه هذا الباب الخلفي فيها شوي اطول من الباب الخلفي هون. قاعدة العجلات اتوقع هون شوي اطول من قاعدة العجلات على الجيل السادس، فالمساحة شكلها كبرت هون. وهي السيارة من الخلف، فلح تشوف هون مكتوب 2.0 FS، سيارة 2 لتر 4 سلندر وما عليها توربو، تنفس طبيعي. وهون الظاهر انه الاكزوست فيها واضح، الاكزوست فيها ظاهر ومش خافين الاكزوست. هلا داخل السيارة رح الفت لكم نظركم لبعض الاشياء. المفتاح مثلا اول شيء هون التشغيل فيها، بتخلي المفتاح داخل هذا المكان، اذا بتكسو على الاخر بتشتغل السيارة. وكمان لاحظوا هذا المكان اللي هون، هلا بعد شو حتعرفوا ليش عم بحكي هيك. لاحظوا هذا المكان اللي هون والازرار، السيارة ما شاء الله فيها كثير ازرار، باركينج سنسر، ستارة خلفية، تراكشن كنترول، اوتو هولد، اذا انت ماشي يعني تدعس بريك السيارة بتمسك لحالها بريك، ففيها كثير خصائص هون. ايضا لاحظوا التحكم بالتكييف، هاي الازرار تاع التكييف، اتذكروا هاي الازرار. وهذا المكان اللي بالسقف، هاي اللي بتحط فيها النظارة، هاي بتفتح بتسكر فيها السقف، وهاي الأزرار بشكل عام كمان، تذكروا هاي الأشياء. وبهذا المكان اللي هون الهاند بريك كهربائي، عبارة عن زر بتشغل الهاند بريك. وهاي المسكة الوسطية تتحكم بارتفاعها، تختار الارتفاع اللي انت بدك اياه. مباشرة هون في الأمام بتلاحظ أشياء غير تقليدية. أجمل حركة غير تقليدية هو هذا المكان اللي هون، هون في أماكن تخزين سرية، تكبس هذا بيطلع لك زي درج بتخزن فيه أشياءك على الجهتين، وطريقة فتحه شوف كيف يفتح، يعني بيطلع مستقيم وبلف لما ينزل. ثاني شيء غير تقليدي هو هون بتشوفوا كلمة باسات مكتوبة هون بالعداد بهذا المكان، وكمان جميل انه شوفوا الخشب داخل عند العدادات، فالخشب داخل جوا العداد هون وممتد الى الخارج. ايضا غير تقليدي هون في الامام الازرار، الازرار هون مقلوبة، واذا بتلف الكاميرا هيك لتشوفها بشكل مستقيم. ايضا غريب كيف مسكة الباب داخل في هذا المكان، قطعة الجلد اللي فوق داخل فيها مسكة الباب، فهذا شكل غريب. وبتشوفوا القطعة كيف ممتدة ولف حوالين السيارة، فبتحس في نوع من الابداع في التصميم كان على هاي السيارة على ايامها. ومكان التخزين في هذا المكان هون، هذا مكان التخزين، ولكن في مكان سري هون ما بتشوف حتى مسكتها، اسحبها، في درج كبير هون سري. وطبعا اهم نقطة هون غير تقليدية هو عملية التشغيل، بس بتضغط على المفتاح هيك الى الداخل بتشتغل السيارة، فهاي حركة مميزة فيها هون. خلونا نروح على المساحة الخلفية هلا ونشوف الكراسي في الخلف. المكان الخلفي زي ما توقعت شوي يعني أصغر من هذيك السيارة، ولكن في عندك مكان. هلا كمان حازم صديقنا لما يجلس هو عم بسوق بنيم الكرسي على الآخر وبسوق هو نايم، فعشان هيك الكرسي شوي قريب علي. هلا في بعض الأشياء كمان هون مميزة بالباسات في الخلف. أول شيء الأبواب، عندك ستارة هون داخل الباب بهذا الشكل، ولاحظوا هذا المكان تاع الإنارة اللي في السقف،
وتذكروا هذا المكان. ايضا في ستارة خلفية، بتشوفوا في هالمكان في سكة، ففي ستارة خلفية هون، ومسكات الاكواب تخرج من هاي المكان كمان بشكل غير اعتيادي. خلونا نروح هلا على 2020. هلا هاي اللي هون هي الجيل زي ما قلنا 8.5، الجيل 8.5. شو الفرق ب 8.5 عن 8؟ تعديلات بسيطة. اولا السيارة غيرت حذائها، ثانيا السيارة فتحت ثمها اكثر، وثالثا السيارة كتبت اسمها بالخلف. بما انه نحن بالخلف هلا زي ما قلت لكم هون الاكزوستات مخفية، حاطينهم بس شكل، والاكزوست الواقعي حيكون في هذا المكان. نبدا بالمساحة الخلفية هلا. زي ما قلت لكم كثير السيارة كبرانة وخاصة بهذا المكان. لاحظوا قديش المساحة هون كبيرة، مساحة الراس هون مرتاحة، وزي ما قلت لكم شوفوا هذا المكان اللي هون فجيتكم عليه بهذيك السيارة ولسه موجود نفس الإنارة فيها. هذا الجيل أصبحت مسكات الأكواب هون تقليدية وما بتخرج من هذا المكان، وأيضا حركة الستائر لغوف هذا الجيل. السيارة داخل عليها تخشيب، ولكن هون مش داخل على عدادات التخشيب، والعدادات هون أيضا تقليدية زي هذيك الجيل السادس، وكمان شاشة بالنص زي الجيل السادس، ولكن مش مكتوب فيها باسات هون. التخشيب صراحة مش بطال، شكله جيد، على الأرجح هذا طباعة يعني مش واقعي، ولكن بيعطيك شكل انه هو واقعي. الجلد اللي فيها كثير عجبني، نوع الجلد، لون الجلد فنان صراحة، الجلد اللي فيها وباين انه الجلد جودة عالية، يعني بيتحمل دعك، بيتحمل استخدام يومي. كل ما اعطيكم فكرة عن نوع المواد اللي هون، هذا جلد بلاستيك، جلد جلد بلاستيك، بلاستيك هون نفس الشيء، جلد خشب بلاستيك. هلا في النص ما حتلاقوا هذيك الاماكن الغير تقليديه بتاعت التخزين، هون الشكل نوعا ما تقليدي، ولكن بس فتحات التكييف عاملينها بخط كامل. هون في شاشه حديثه ايضا، حجمها متواضع شوي ولكن ديجيتال بالكامل. شفنا بالجيل السادس مكان تخزين النظارات، وشفنا هاي الازرار اللي هون وأزرار الإنارة، يعني فرق حوالي 15 سنة أو أكثر، ونفس الإكوبمنت اللي فيها. أتوقع عندهم نظرية أنه إذا الشيء شغال، إذا الشيء استخدامه جيد ما في داعي تغيره. السيارة كثير أشياء حتلاحظ أنه مكررة ومعادة من هذاك الجيل. لاحظوا أزرار التكييف، حتى المفتاح أصلا، هذا المفتاح اللي بيعرف فولكسواجن بيعرف هذا المفتاح من أي جيل موجود وعلى اي سيارات فولكسواجن موجود. مسند الايدين هون ثابت، ما بتغير ارتفاعه ولا بيخرج وبيطلع، ثابت في مكانه. واذا ما عجبك وضعية كوعك فيها مشكلتك صراحة. بعض الاشياء الغير تقليدية في الباسات 2020. اول شيء في هذا المكان اللي هون حتشوف فيه هون شريحة SD كارد، هاي الشريحة للنافيجيشن، تدخل على النافيجيشن انت اشتغلت الخريطة، ولكن إذا تسحب هاي الشريحة كل المعلومات تاعت النافيجيشن بتروح. فهي الاس دي كارد هو بيحتوي معلومات النافيجيشن. هلا بعض السيارات فيها هذا الشيء، ولكن بتكون مخفية في مكان مثلا هون أو في المكان الوسطي، ولكن هون اختاروا إنه تكون في هذا المكان. تاني شيء غير تقليدي هو الأزرار الغير عملية. هون كل الأزرار فيها بس منظر. أيضا في الداخل هذا المكان حتلاحظ فيه هون زر منظر، وايضا هون بهذا المكان في هون زر منظر، ما بعرف اذا هذا كان ممكن يكون USB او شيء ثاني، ولكن حاطينه بس شكل. ثالث شيء غير تقليدي ايضا بهذا المكان الوسطي، اذا بنشوف هيك حتشوف في هون زي سجاده صغيره، خليني اسحبها. Made in USA، صناعه امريكا، ولكن من الخارج كرمال ما تفقد روحها السياره حتلاحظ بهذا المكان مكتوب Engineered in Germany، يعني هندست في ألمانيا. والغير تقليدي أنه على الطرف الآخر مكتوب عليها Built in Tennessee، يعني صناعة ولاية تينيسي في أمريكا. السيارة هاي اللي احنا فيها صناعة أمريكا. هلأ الغير تقليدي أيضا في هون زي قطعة
بتشيل هالقطعة، بتشوف هاي الأشياء. هلا هاي الأشياء هي الهاند بريك. إذا بترفع الهاند بريك هون، لاحظوا داخل شو بيصير. هون تحكم بالهاند بريك. رابع شيء غير تقليدي عجبني هو في الشاشة. هلا الشاشة أنت لما تخليها وما تستخدمها بضع ثواني، هتلاحظ إنه الشاشة نامت أو صارت مغلقة بالكامل، وحتروح الديسبلاي عنها وحيصير شكل نظيف. فقط لما تقرب أصبعك حتشتغل الشاشة مرة ثانية. طبعا هاي بالإعدادات فيك تطفي هاي الخاصية. أيضا غير تقليدي هو هاي المراية. إذا بطلعت هون على المراية هتشوف إنه المراية داخل عليها البلاستيك بهذا اللون، نفس لون بلاستيك بودي السيارة. وآخر شيء غير تقليدي بالصندوق الخلفي. هلأ معظم السيارات فيه حتلاحظ هون زي مثلث تسحبه إذا علقت كرمال الهروب، ولكن هون موجود هذا الزر. إذا أنت علقت داخل الصندوق الخلفي بتكبس هذا الزر فيك تهرب. خلينا نجرب لو هذا الزر فعلا بيشتغل ولا لا، شو رأيكم؟ هاي سكرنا الخلفي، شوفوا هتلاحظوا هذا الزر بنور هون، في إنارة عليه كرمال إذا علقت تحصله تكبسه بهذا الشكل. وبيعجبني فيها الباسات إنك لما تقفلها أنت المرايات هتسكر كهربائيا، حركة صغيرة ولكن جيدة. قبل ما نقارن التسارع خلونا نطلع لفة صغيرة بس بالباسات 2007، نحكي لكم عن بعض الأشياء عنها وبعدين نقارن التسارع بينهم. هلا حازم، بما أنه السيارة عمرها 15 سنة تقريبا ما شاء الله، يعني كم صارت ماشية لليوم؟ 210,000 استخدام يومي، يعني نطلع فيها خطوط مثلا خلينا نحكي يومين بالأسبوع. أوكي. وغير هيك هي كانت 5 سنين بعمان، يعني شوارع عمان كانت كارثية صراحة. فاستحملت كثير، يعني أكون معك صريح. وعلى الخط ما شاء الله عليها راسية، البريك فيها كثير قوي. على ايام زمان يعني كان تسارعها والباور اللي فيها كان ممتاز، كان بدون تيربو، يعني انت عم تحكي عن 2000 سي سي صافي بس. فهذا الاشي كان يعني يميزها، يعني كان يميزها صراحه، انه الانجن اللي فيها رغم انه صغير بس كان انه عادي بتطلع مع 6 سلندر بتمشي معها، وعلى الخط عادي ما بتحس انه 4 سلندر انه الانجن ضعيف محتاج انه مور باور. لا كانت الامور تمام فيه. طب السؤال، هلا حتعرف تطلع مع الخمسة سلندر اللي معي ولا لا؟ هلا انا ما بعرف، انا مستغرب انه سلندر زياده و 500 سي سي، نشوف يعني. خلينا نجرب. خلينا نجرب كيف الوضع فيها هيكون ان شاء الله. بس اللي حاب يعرف، السيارة هاي 155 حصان من الاربع سلندر تنفس طبيعي، وعليها ناقل سرعات 6 غيارات. هلا بدنا نجرب قيادة الباسات الجديدة 2020. طبعا بما انه حازم بيمتلك الباسات القديم حيكون هو افضل يجربها ويعطي رايه مقارنه بسيارته القديمه. هلا مباشره صراحه شفت الستيرنج شوي انه اتقل من 2007، ما بعرف ليه. وغير هيك بس السياره يعني بتحس فيها اكثر انها دفع امامي بالمقابل بال 2007. لا يعني بتحس انه فول موشن، بتكون السياره كلها بتلف معك، فما بعرف عشان هون السياره اطول، يعني الويل بيس هون اطول من هناك، يمكن هذا الشيء بيختلف خلى انه نحس في اللفة اكثر من هديك. هم لما تدعس الصوت كله غير، يعني انك تحس انه بعطيك انطباع شوي سبور، يعني شوف لا مش نفس الصوت هناك، تحس السيارة انه مش صوت انجن، يعني البريك تقريبا نفس الاشي، نفس الصلابة بتاعت الباسات، وهذا اكثر اشي. هلا من جوه صراحة استغربت الهاند بريك، انا يعني لما دخلت متعود على كبسة، تيجي هون الهاند لسه يعني 2020 المفروض يكون يعني تكنولوجيا اكثر، شفتهم رجعوا لورا اكثر يعني بالهند. والله الصراحه استغربت انه هاند بريك اوف لسه. ايش كمان اتوقع السياره بشكل عام هون التركيز فيها انه يحطوا لك بس الاشياء الاساسيه، كل ما يحافظوا قد ما بيقدروا على سعر يكون كثير منخفض وكثير منافس. يعني تركيزهم بطل انه تكون افخم سياره ولا اجمل سياره ولا اكثر سياره مميزه، التركيز هون فعلا سياره عمليه بسيطه وباقل سعر ممكن، انا هيك حسيتها. لا بلا مظبوط، يعني حتى المفتاح غير، يعني المفتاح هناك كان صراحة أحلى. هلا هون المفتاح مش يعني هاي شغلتين كتير غير عن بس 2007. المفروض إنه الإشي يتقدم، يعني أنا فكرت بهاي الشغلات أتليست، بس ربنا الله مثلا المكيف إنه على الواطي بس بارد. بالباسات هناك يعني الألماني أيام زمان معروف إن المكيف تاعه مش ولا بد كان تبريده،
يعني لازم نحطه على الآخر عشان يكون بارد، بس هون لا، هي على 3 ولا على 2 هاي هلا وماشي حاله يعني بارد يعتبر، مش زي هذاك. انه السيارة هاي صراحة شفت انها اوسع يعني، رجلي هناك شوي كانت تخبط بالباب من هاي الجهة اكتر، هاي لا من الجهتين صراحة واسع يعني انه ماخذ راحتي يعني. اوكي مش انه مثلا سيارة زي نحكي انه كبيرة، بس انه المساحة كتير يعني اوسع فيها، نسبة اوسع من الباسات هذيك. الباسات 2020 ما زال عليها ناقل سرعات 6 غيارات، المحرك هون 5 اسطوانات 2.5 لتر 170 حصان. كرمال نعرف مين فعلا احسن 2007 ولا 2020، خلونا نعمل تجربة تسارع. جاهز؟ يلا جاهزين. اسمع اسمع الفرق. تزمر؟ افتح الشباك. فاصل تراكشن؟ والله انا مش ملاقي زر تراكشن. خلص خليه شغال خليه شغال. جاهز؟ على الثلاث. 1 2 لحظة 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 again again 1 2 3. أتوقع تواير شوي ممسوحين يعني، فالقومة عنده عم تحرق شوي التواير. شفتوا هالتسارع تبعه كان شوي أحسن، فقدر يحافظ على سرعة تقريبا قريبة من سرعة الخمس سلندر. هاي كانت باختصار تجربة الـ 2007 و 2020 الباسات. شو رأيكم مين أحسن؟ 2007 أيامها ولا 2020 على أيامها؟ خبرونا تحت بالكومنتس. شو رأيكم نجيب حازم معنا بالحلقات الجاي ولا لا؟ شوفكم بالحلقة الجاي ومع السلامة. سلام.